ومن الأخبار اللي حصلت امبارح خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة والماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري والدوريات الأوروبية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الهيئة القومية للبريد أعلنت عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية قبل وخلال أجازة عيد الفطر المبارك. هتبدأ الأجازة من النهاردة، ويوم الثلاث اللي جاي هيتم استئناف العمل بالمكاتب الرئيسية بالمحافظات، ومن يوم الحد 8 مايو هينتظم العمل في كل مكاتب البريد. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباريات مهمة في إطار الجولة 17 من عمر المسابقة. هيلتقي مصر المقصة وفيوتشر وإمبي والبنك الأهلي وفاركو وسموحة، وده الساعة 9:30 بالليل. في الدوري الأسباني هيلتقي قادش مع إشبيلية الساعة 9 مساء في افتتاح الجولة 34 من عمر المسابقة. لعشاء الدوري الألماني موعدهم النهاردة مع افتتاح الجولة 32 من عمر المسابقة، ومباراة بتجمع ما بين يونيون برلين وجرويتر فورت، وده الساعة 8:30 بالليل.